السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة يوسف. النهارده كانكم فيديو جديد قناة يوسف. فيلا هنلعب لعبة ماينكرافت. فقبل ما نبدأ الفيديو انا لاحظت في حاجة ساعدتني جدا، ان اللايكات والاشتراكات والتعليقات قلت، فعاوزهم يكتروا عشان اسهل فيديوهات اكتر. فيلا ندوس بليه. طبعا افتح العالم بتاعي. انك تفتحها تاني والعالم اهو. فاوس اوريكوا حاجه سرعتها في العالم الجديده. يعني بصوا لعبه ملكلكه حبه. هنروح للمدينه. انت اللي طلعك هنا. قالوا يطلع من مكان من المحل. المفروض كنت راس من في المنطقة دي. بس يلا طبعا هنركب القطر بتاعي. انا عاوز اوريكوا المنصب الاول. مركب القطر ده هيطهر ايه في الحته الثانيه. لكليكت ف اكيد بروك التالت دي ودي. ساكي فتحت فتحه تهيئه العالم. ما فتحتهاش. الحمد لله. هرجع بروكة الدايموند هنا والكولد. دايموند هنا كولد هنا. هروح دلوقتي للقطر هكتبه. هقطع الفيديو قبل ما اروح وارجع لكم. ورجعت لكم طبعا وصلت اهو. معرفش هبصص للقلت ليه. بصوا بقى قولوا بقى انت عاجباكم من هنا ولا لا. انا شبطت حكايات لما كنت اخر مرة عملت فيديو، قلت بفتح ماينكرافت واظبط فيها حكايات. طبعا عملت شوارتي هنا، يعني اللي بيودي على مكان اللوكي اللي بيروح للفة التانية بتاع المنقر يعني. بس هو المحل يعني بس هو مقفول. وقطر الوابة بس مقفول هنا. وحطت الحكايات دي. عملت محل بيتزا. في حتة تاني وصلت نبتة احطها تاني. طبعا النبتة دي اللي كنتوا عاملين كيموت واحد في ماينكرافت العادية، انا بلعبها دلوقتي اللي هي فولس كرافت. تلاقوا اسمها في تحت في الكلام اللي بيكون في الفيديو ده. تلاقوا اسمها طبعا. تفتحوا قائمة المكتب دي طوالوا في حتة النبات هتلاقوها. اجيب البلوكة دي تاني. حطيت هنا بسيات. نروح نقعد في الكناب. وهنا كروين ينفع. ده كان محل ايه اساسي؟ بيتزا. بيتزا ينفع احط بيتزا من هنا. بس هنا مسبب بالسالفة احط الا الفعل. فافكرها بيتزا وافل وكده. ف لا قتلت واحد. اخد واحد. شكرا. اطلع من المحل ده.
بيطلع من المحل ده. فثانية والكعركم، ثانية والكعركم والكعتلكم. ليكوا بقى محل الكيك، طبعا انتوا عارفين اللي قلتلكوا في الحلقة اللي فاتت عملت محل وافل بالشوكولاتة، فاهو محل الوافل عادي يعني سيبها اي محلات بس الترابيزة مختلفة. وافلز كتير ومصنوع من دايموند والسطح بتاعه من اساس. فهطلع من هنا وتي اعتاد طبعا، ولسه هكمل بيت الالطية لما اعمل محلات تانية، وهحط ان شاء الله بكراسي تاني حتت الفترة اللي ما بين المحلات. فاللي كنت عاوز اعمله لما فتحت الفيديو ده محل هتشوفوه كلكم. طبعا انا عامل محل الوافل هنا، فعاوز اعمل حاجه قدام، فهقص الكرسي من هنا عشان يكون مدخل المحل. مدخل المحل هيكون بثلاث طبقات كده 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 وكده كده 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 كده. فاللي انا هحتاجه دلوقتي الطيب، احط بلوكه كده وبلوكه كده، لا مش كده، ايوه بلوكات عشان ايه تنفع معايا. اعمل كده وكده وكده كده كده. بس انا عاوز تعليقات اكتر في الفيديوهات عشان اعرف انت عاوزني اعمل ايه في الفيديوهات. ف معلش ان كانت بداية قناتي الفيديو واحد واتأخرت عن بقية الفيديوهات، بس انا بعمل دلوقتي فيديوهات كتير اهو، وقريب هنسأل عن لعب عربيات. بس هسأل بس لاقي العاب عربيات حلوة، فلما الاقي هبقى نسيها ان شاء الله باسم الله. هكبر الحتة دي عشان المحل. طيب ثانية والكعركم، قبل ما تكون لكلكتي راحت حبة وعملت بقيت حبة من البول وسط المحل اللي انا بعمله، والكعتلكم عملت حبة من المبنى اهو، فاضل بس عمل الطهرية والسقف. فبلطوا اللكلكة دي، شاوس بقى لكلكة ولا كريك. بعد ما اخلص البتاع هبني السطح وكله معاكم عادة التصميم نفسه اللي جوه. هعمل السطح بتاع المبنى من اساس، بس بحس ان انا بالاساس ده مش حاطط اساس، مش حاطط بلوك اساس سقفية، فبتلخبط وانا اعمل كده. فانا هسكت حبة وهبني البتاع وانتوا شوفوه.
دلوقتي على لسه بسمع في السطح ويخلص حاله. طبعا يا رب تدخلوا في قناة عمر وتستمتعوا فيها، هتلاقوا الاسم بتاعها في الكلمات اللي بتبقى تحت، هبقى اكتب الاسم بتاعها وتكتبوه هتلاقوا قناة عمر مباشرة. قناته حلوة يعني وبيعمل فيديوهات حلوة، يا رب تشوفوه. فابني التصميم اللي قوة والكعلكم والباب اللي هنا ده، يعني هبني كل اللي هنا ده اللي هو لسه بديتهوس وابني. قولوا طيب رأيكم بعد ما اخلص المبنى بإيه. ف يلا باي باي ولكاتلكم عصروا ولكاتلكم حصلوا فسروا محل ساكنه ايه فم فم المحل عن ايه يعني، بس انا عملته عن حكاية حتتية تصليحية. عملت المفك هنا اللي بيفك بتاعت البانيو دي، يعني بيفك المفك الكبير ده اللي عارفه يحط لايك، اللي عارف ده ايه المفك كده، وقبلته من انواع المفكات اللي عارف هو ايه يعمل تعليق او لايك اي حاجة، تعليق يا اما لايك اللي يحب، فعلى اي حاجة من الاتنين، اللي عارف اي حاجة من الاتنين توم يحط تعليق يا اما لايك. فيلا وليكم محل من قوة، اصلا ابهرني قوي ان انا اعمله كده. دي ترابيزة عشان اللي يحب يقعد، وهنا الكرويين اللي بيديه لنا، وهنا الحاجات الحتتية اللي احنا هنشتريه منها منهم. هنا ناخد الحاجات الحتتية ونحط لهم الفلوس هنا، وهنلاقي السنة على كل حاجة حتتية يعني مثلا، ونديهم الفلوس ونمشي. وهنا مكانش موجود البتاع والحاجة يعني، نقعد على الكراسي المخيطي هنا. فا يلا هوريكوا حاجة برضو هنا، اعمل كده كده هنا كده صح. فا يعني هوريكوا المكان البتاع اللي انا عملته من يلا. فا هتركوا ولا لا؟ اللي عاكوا المحل يحط لايك، اللي ساكوا المحل ما يحط سلايد. و بصوا بقى كم محل عن هنا، اربعة ولعبة جيتار رعب وترام واحد وقلت يا تاني نمشي عليه. شكلي اكتب الفيديو هنا، هروح الاول البيت وارجع لكم سنختم الحلقة يعني. فلو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير وسبسكرايب، لو معجبكم حطوا لايك وشير وسبسكرايب، يسيبكم كل جديد. فكملكم فيديو جديد وكان يوسف باي باي. استنوا نسبح بقى، ايوه في الصوت. باي باي.